انتقل لنقرأ مقال لحظة صدق للكاتبة الصحفية الأستاذة إلهام أبو الفتح مدير تحرير جريدة الأخبار ورئيس شبكة قنوات صدى البلد تحت عنوان متى تنتهي فوضى السوشيال ميديا، وقالت فيه: كل شيء أصبح مباحا على السوشيال ميديا، من يريد أن ينشر إشاعة أو ينتهك حرمة أو يتنمر على شخصية أو يزور صورة زواج أو خناقة أو مقابلة ينشر خبرا كاذبا. فوضى مطلقة تحكم هذا العالم الذي لم يعد افتراضيا بل أصبح يؤثر في حياتنا بشكل غير طبيعي، ومنه تأتي كل المصائب. رغم وجود قانون يحكم السوشيال ميديا صدر منذ عام 2018 لكن ينقص التفعيل، فالقانون ينص على أن يتم حجب كل موقع شخصي أو مدونة أو حساب يبلغ عدد متابعي 5000 أو أكثر في حال نشر أو بث أخبار كاذبة أو تدعو لمخالفة القانون أو العنف أو الكراهية. ورغم أن القانون صدر منذ 4 سنوات فإن فوضى السوشيال ميديا ما زالت مستمرة، وكل من يرغب بنشر أي أخبار يقوم بنشرها سواء كاذبة أو صادقة. البعض يعتقد أنها حقيقة وينسخها ويعيد نشرها وتثير بلبلة في المجتمع. ثغرات في القانون تحتاج تعديل أو تفعيل. لماذا لا نعيد قراءة هذا القانون مرة أخرى ونسد به من ثغرات بعد أن أصبح الترافيك وعدد المشاهدات والقراءات هو هدف في حد ذاته، ومن أجله يتم استباحة كل شيء؟ وبعد أن زادت قنوات التيك توك واليوتيوب بشكل عشوائي بجانب تويتر وفيسبوك وإنستغرام وغيرها، صار هناك اعتقاد خادع بأنها أفضل مصدر للأخبار والحقائق رغم كذب معظمها. ويأتي هذا الاعتقاد لأننا بحركة بسيطة من أصابعنا على الماوس نعرف أخبار المشاهير وأحدث التطورات، لدرجة أنه في أمريكا مثلا أكدت دراسة علمية أن 67% من المواطنين يحصلون على الأخبار من السوشيال ميديا و45% يحصلون عليها من الفيسبوك فقط. لا أنكر أن الكثيرين يستطيعون بواسطة السوشيال ميديا معرفة آخر الأخبار، لكنها في الوقت نفسه أصبحت مصدرا للمعلومات المضللة، والأسوأ من ذلك أننا نتبادلها وننشرها دون أن نتأكد من مصداقيتها، ولطالما ضخمت أحداثا لا لزوم لها مثل لون فستان أو زواج أو طلاق أو قرار سري لمجلس إدارة نادي أو جمعية، ثم يتبين بعد وقت قصير عدم صحتها، مما جعل وسائل التواصل الاجتماعي موضع شك ومصدر إزعاج يطاردنا في كل مكان وفي كل وقت، رغم عشرات البحوث والرسائل العلمية بالجامعات التي تثبت مسؤولية السوشيال ميديا عن العديد من المصائب الاجتماعية، منها العزلة والهروب الاجتماعي والتفكك والتحرش والتنمر والابتزاز المادي والعاطفي. مطلوب كود للسوشيال ميديا يطبق بكل حزم رأفة بعقولنا وبيوتنا ومجتمعنا. بصراحة يعني بصراحة يعني مدام إلهام انت جيتي على وجع حقيقي، يعني جت على جرح كبير. وعايزة اقول انه يعني مش بس قرار سري ولا كده، لا انا بشوف انه يعني من كام يوم شايفة فيديو ولد بينتحر على الهواء. طب ايه ده؟ ايه ده؟ هي بقت كده؟ للاسف المواقع التواصل الاجتماعي ومسمى بالسوشيال ميديا انتشرت بلا ضوابط، ودي كانت اخطر حاجه للاسف الدول سابتها. بعض الدول بدات تتجه بالفعل دلوقتي لوضع ضوابط حقيقيه، لانه مواقع التواصل الاجتماعي يبدو انه كان من وراء هدف. احنا بنشوفه دلوقتي، انت ذكرت بعضه، انا بقول كمان انها للاسف فعلت خطاب الكراهيه في المجتمع المصري، سواء بقى بالدخول من خلال طواف المجتمع المصري دينيا او زي ما بنشوف دلوقتي الكراهيه. يعني فكره تفعيل خطاب الكراهيه ده اخطر ما يمكن يواجهنا كمجتمع مصري، معروف عنه التسامح والعفو والمحبه بشكل عام. دلوقتي اصبحت انت بتعيدي مناقشه تاني كيف نستعيد قيم التسامح في المجتمع المصري بعد انتشار خطاب الكراهيه. هنقول بقى من التفكك الاسري، مش عايز اقول لك الاحصائيات يمكن انه 70% من نسب الطلاق او اكتر، الطلاق الفعلي والطلاق النفسي
بترجع، دراسات قالت انها بترجع الى السوشيال ميديا خاصه الفيسبوك، يعني احنا استخدمنا هنا في الفيسبوك اكتر بكثير. فبالتالي انا اعتقد انه كان الهدف من هذه المواقع هو الهدف اجتماعي، يعني مسألة تغذية خرق المجتمعات بالظبط، تغذية كل الأمراض الاجتماعية اللي هي احنا كنا بنحاربها دائما من خلال القيم بتاعتنا والعادات والتقاليد. دلوقتي هي بتحاول تغذيها، واللي احنا بنشوفه دلوقتي من يعني صراعات على الفيسبوك من أشخاص افتراضيين، ده بيجعلنا بالفعل زي ما قالت الأستاذة إلهام ضرورة تفعيل القانون. إذا كان صدرت له لائحة تنفيذية أو اعتذر يجب ضرورة تفعيل القانون، لأن أعتقد فكرة تفعيل القانون هترضع الكثيرين، لأنه من آمن العقوبة أساء الأدب وتمادى. صحيح.